تقبرني. بعيد الشر يا مو. الحمد لله على سلامتك تقبرني. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك اخي. الله يسلمك يا فتحي. الحمد لله على سلامتك ابن عم. الله يسلمك. اكيد جوعان، رح احضر لك احلى سفره اكل. تعي عاونيني ريحاني. ايه الله يرضى عليكم. يا مو تعي احكي لي شو صار معك. يا مو خليني اريح شوي لبين ما يصير الاكل وبعدين بحكي لك. عدتي حمى تعبان، طيب يلا فوت انت فوت. الله لا يوفقن الهي يا رب، الله لا يوفقن. يا رب يا رب تظهر الحياة وتكون ريحانة بريئة يا رب يا رب يا أهلين مرت عمي. أهلين. بدق عليكم لساتكم نايمين؟ فقنا مرت عمي فقنا. طيب فيقي جوزك هلا مشان تصحى. حاضر. يلا لا تتأخروا. لا مامتي لا مامتي. صياح صياح. شوفي أمك شافتك وأنت نايمة. خير؟ شو فاقوا يا مو؟ اي فاقوا. عادي ليش واقفه؟ شي ما بيتصدق. شو هو اللي ما بيتصدق؟ بعدين بتعرفي بعدين. بسم الله. أنا عم أسألك إلك يا ريحاني، جاوبيني بصدق، في شي مشكلة بيناتكم؟ متزعلين؟ متضاربين؟ متقاتلين؟ لا يوه مرت عمي، لا متقاتلين ولا متضاربين ولا متزعلين. لك هل ليش فت على الأوضة لقيته نايم لحاله على الأرض؟ لأنه هو حابب ينام على الأرض. شو هالحكي؟ منوب ما خلط مشطي. صدقيني مرت عمي، وإذا بدك بس يرجع أسألي. إيه طبعاً بدي أسأله، بس يجي رح أسأله. إيه اسألي اسألي. يا ريحاني أمي عم تسألك مشان إذا صاير خناقة أو مشكلة نحلها على بكير وما تكبر. فتحية عم قلك ما في شي صدقيني. خلص قومي على المطبخ وهاتي لك شي راسنتون. حاضر. يا أمي خلص عم قلك ما في شي. مالي مصدقتها، مالي مصدقتها، بدي اسأل اخوكي. يا مو
انا عم الاقي نومه الارض اريح. لك شو هالقصه اللي طلعت لي فيها؟ انا قصه يا عمو، انا قصه. قصه نومتك على الارض يا امي يا حبيبتي، عيب الواحد ينام على الارض يعني؟ انت عم تحكي هيك لتخبي علي مشكله صارت بينك وبين مرتك؟ لا اله الا الله يا مو، لا في مشكله ولا في شيء. يا مو احكي لي الصراحه، الله يرضى عليك، انا بساعدك اذا في مشكله. ليش يا مو؟ انا الي غيرك احكي لك، بس ما في شيء صدقيني. طيب توعدني اذا صار مشكله بينك وبينها تحكي لي؟ بوعدك يا مو، بوعدك. خير ان شاء الله. امتى حيقدم المغرب بقى؟ قرب يا وقرب. يلا انا قايمه اشوف شو صار بالاكل. ما بدك تتسحر ابن عمي؟ طيب أنا رح ساعد فتحية. حل من عندك يا رب. لا لا ما بدي شيء. ليش ابن عمي؟ مالي نفس. يا ابو ما بصير، انت على لحم بطنك، ما بيجوز. يا ابو خلص هي شربت مي، بس جوع باكل. ظلموك ابن عمي، ظلموك مو هيك؟
ايه مو بس هن اللي ظلموني، وانت كمان يا ريحاني ظلمتيني كثير. انت مربطتي لي ايدي ورجلي، خانقتيني خنق. اول مره بحياتي ما بعرف شو بدي اعمل. لا تحكي هالحكي ابن عمي. قوم كمل فطورك. قومي حل من عندك يا رب. وفي منا عم ينتظر بكل سنة رمضان. اصحى يا صياح، اصحى يا حبيبي. تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.